إلى الجمال والبهاء، وأي شيء أجمل من بلادي؟ لا شيء أجمل من بلادي. الرائع المبدع المذهل سند الأحلافي يأخذنا في جولة بعد أن كتب هذا المنشور، يقول: أحببت قبل غيابي على التواصل معكم لدخولي الصحراء بعد ساعات من الآن أن أهديكم هذا الفيديو وأجواء رمال زلاف ووباري صباح وعشية اليوم. بلادنا جميلة وتستحق منا الاهتمام والازدهار. حفظ الله ليبيا. أضم صوتي لك سند حفظ الله ليبيا، ويعرض ويقترح علينا سند هذا الفيديو. نتابعوا مع بعض. الصبح يا للباغي عقلي بيطول الغيبة، كان فيها يغلط ويصيب أما قلبي كسر الهيبة. قطع ربع المئوية ندورو أخر تاني والليل التار لكن غمض عيني يا ما يفارقنيش العدا، وما ضاع مبالش اللي مضى القلب يميل ونفس معارضة، ما ضاع مبالش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة، وما اللي مضى القلب يميل ونفس معارضة، ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة. رافقت العزلة ياما بعد ما ريت قلوب غريبة، بدموع سقيت حكايا حاصد غير وقات عصيبة، كانت الفرحة منسية تايه وما لقيت سلاح، كل التواني معنية بالحرقة تعد بشار، وما ضاع مباليش اللي مضى القلب يميل ونفس معارضة، ما ضاع مباليش اللي مضى وهاد المشاعر متناقضة، وما ضاع مباليش اللي مضى. صهرنا ساعات الليل توهمنا والوهام صعيبة، وهل هناك أبهى؟